برضه حصل تغيير في نادي البنك الاهلي. كابتن خالد جلال طبعا مدير فني كبير ومدير فني محترم جدا، وعمل نتائج رائعه مع نادي البنك الاهلي الموسم اللي قبل اللي فات، اللي هو كان نادي البنك الاهلي بيصارع الهبوط وكان في موقف صعب. كابتن خالد جيو اشتغل وعمل شغل كويس جدا وابقى على البنك الاهلي في الدوري الممتاز، وده كان الهدف الموسم الاول لنادي البنك الاهلي ان هو يبقى في الدوري الممتاز رغم ان المهمه كانت صعبه، ولكن كابتن خالد يعني عمل شغل كويس جدا وقدم عروض رائعه جدا وقدر يبقي على البنك الاهلي في الدوري الممتاز، وبالتالي نادي البنك الاهلي برئاسه طبعا اللواء اشرف نصار جدد التعاقد مع الكابتن خالد جلال للموسم الثاني اللي هو الموسم اللي فات. وبرضه كابتن خالد جلال اشتغل وعمل شغل كويس جدا مع نادي البنك الاهلي وكان من ضمن الانديه المقدمه، وقعد لغايه الاسبوع الاخير بينافس على المركز الخامس والمركز السادس في بطوله الدوري، وكان مباراه الاخيره مع امبي لو كسب امبي كان هياخد المركز السادس، ولكن اتعادل وسموحه كان متقدم بنقطه فخد المركز السابع، وده برضه كان يعتبر مركز مميز يعني للبنك الاهلي كتاني سنه في الدوري الممتاز. وبالتالي اداره نادي البنك الاهلي برضه برئاسه اللواء اشرف نصار جددت للموسم الثالث بقى الكابتن خالد جلال مع نادي البنك الاهلي، هو الموسم اللي احنا بنلعب فيه. برضو يعني في بداية الموسم نادي البنك الاهلي لعب مع فاركو، كان متقدم البنك الاهلي كسبان 1-0، وبعدين الفاركو تعادل في الاخر المباراة الثانية مع سموحة نفس القصة، وبعدين سموحة اتعادلت انتهت المباراتين بالتعادل الايجابي 1-1. مباراة ثالثة البنك الاهلي عمل جيم كويس جدا جدا امام سيراميكا وقدر يفوز 3-1 في مباراة وعرض رائع جدا، وكانت الامور ماشية بشكل كويس مع الكابتن خالد جلال في نادي البنك الاهلي. جه طبعا حصل توقف في الدوري، وبعد التوقف يعني فريق البنك الاهلي لعب 3 لقاءات متتاليه مع بيراميدز، ماتش في الدوري وماتش في الكاس. خسر البنك الاهلي ماتش الدوري وخسر ماتش الكاس 1-0 بصعوبه، رغم ان ماتش الكاس البنك الاهلي عمل جيم كويس جدا جدا، ويعني كان في سوء توفيق لفريق البنك الاهلي، وكان حتى الماتشات يعني في وقت قريب جدا كل 3 ايام ماتش. جه البنك الماتش الثالث مع نادي امبي حصل برضو خساره لنادي البنك الاهلي 3-2، وبالتالي اداره النادي برئاسه اللواء اشرف نصار ومجلس الاداره شافوا ان يعني لابد من التغيير، ان في عدم توفيق خلال الفتره اللي فاتت وثلاث ماتشات خساره ورا بعض، حتى لو يعني كان في شويه حاجات يعني تسببت في خساره الفريق، ولكن اداره النادي طبعا زي ما قلت لكم شافت ان هي تاخد قرار بتغيير الجهاز الفني والتعاقد مع الكابتن حلمي طولان. طبعا كابتن خالد ادى زي ما قلت لكم، انا شرحت لكم يعني الموسمين اللي اشتغل فيهم مع نادي البنك الاهلي ادى الهدف المطلوب منه اكتر كمان، وموسم الحالي طبعا كان بدا بدايه نقدر نقول جيده، ولكن حصل خلال ال3 ماتشات اللي فاتوا عدم توفيق، وبالتالي يعني حصل قرار بتغيير الجهاز الفني. ورحل كابتن خالد جلال من الشخصيات المحترمه جدا جدا بهدوء وبشكل شيك جدا ما بين اداره البنك الاهلي والكابتن خالد جلال، وتم التعاقد طبعا مع مدير فني كبير الكابتن حلمي طولان. نتمنى له طبعا كل التوفيق خلال الفتره القادمه. طبعا كابتن حلمي تاريخ كبير ومن المدربين طبعا الكبار جدا جدا في مصر، نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه ان شاء الله. دي قصه البنك الاهلي، حكيت لكم قصة المصري، قصة المحلة، قصة البنك الاهلي، ال3 اندية دول حصل فيهم تغيير خلال اليومين اللي فاتوا في الاجهزة الفنية، وفي كمان ممكن بكرة في اجتماع مجلس ادارة في النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي خسر المباراة اللي فاتت من سموحة 1-0 في اسماعيلية، وفي بكرة اجتماع مجلس ادارة في النادي الاسماعيلي لبحث مصير خوان كارلوس جاريدو مدرب الاسماعيلي، هل اللي هيكمل مع النادي الاسماعيلي ولا هيتم التغيير في الاسماعيلي. طبعا انتوا عارفين جاريدو كان بادئ الموسم مع النادي الاسماعيلي وتم التعاقد معاه قبل الدوري بحوالي 20 يوم، لكن برضه النتائج ماشيه بشكل سيء جدا مع جاريدو، خسائر متتاليه. الاسماعيلي طبعا ما عندوش غير نقطه واحده فقط حتى الان من لقاءات الدوري، خسر من محله وخسر من انديه كتير، و يعني هي المباراة الوحيدة اللي تعادل فيها الإسماعيلي كانت مع فاركو في إسماعيلية، وبعدين كان كابتن حسني عبد ربه موجود في بداية الموسم ورحل كابتن حسني عبد ربه مدير الكورة، وبكرة
يعني هيتم يعني قرار، هيبقى في قرار من مجلس اداره النادي الاسماعيلي في بقاء او رحيل جريدو، وانا عندي معلومات ان يعني هيسيبوا جريدو للمباراه القادمه، النادي الاسماعيلي المباراه القادمه، ودلوقتي اداره الاسماعيلي بتتفاوض مع مدربين، في مدربين اسماء مطروحه داخل النادي الاسماعيلي، في اسماء مدربين مصريين وفي اسماء مدربين اجانب برضو بيحاولوا، منهم بابا فاسيليو برضو مطروح في النادي الاسماعيلي، مدرب اللي هيرحل من غزل المحل. خلي بالك هو لسه ما مشيش رسمي، هو الراجل قالك انا خلاص مش هشتغل في غزل المحله، وانا مرتبي مش عارف باخده بالمصري، انا عايزه بالدولار، وبعدين اداره المحله قالت لك اوكي، فهو برضو رفض، يعني هو مصمم ان هو يمشي، لكن النواحي القانونيه يعني لسه بتخلص ما بين المحله وبابا فاسيليو، وبرضو اسم بابا فاسيليو مطروح بقوه داخل النادي الاسماعيلي. دي قصه خلال الايام اللي فاتت والتغييرات اللي حصلت في الاجهزه الفنيه، وفي بعض المدربين برضو او في نادي تاني هيحصل فيه تغيير. دي طبعا الاجتماع الاول امبارح للواء اشرف نصار، استاذ محمد عبد المنعم امين صندوق نادي البنك الاهلي وعضو مجلس الاداره والمشرف على الفريق، اللي هو اشرف نصار طبعا رئيس النادي، كان اجتماع امبارح مع اللاعبين في نادي البنك الاهلي، طبعا اول تدريب للكابتن حلمي طولان وجهازه الفني، طبعا المكون من دكتور ممدوح محمدي كمدرب عام، كابتن مجدي علام كمدرب عام، كابتن سيد ياسين مدرب، ويعني لسه موضوع مدرب حراس المرمى خلال 24 ساعه او 48 ساعه، كابتن حلمي طولان مع اداره النادي البنك الاهلي مع اللواء اشرف نصار بيختاروا المدرب حراس المرمى اللي هيكون متواجد في نادي البنك الاهلي. زي ما قلت لكم في مدرب تاني بس هو عامل نتائج كويسه، ويعني احتمال يحصل تغيير مع اول وقعه، وانا مش هتكلم اقول مين دلوقتي، بس في مدرب هو ماشي بشكل كويس جدا وكسب الماتش الاخير، ولكن انا عندي بعض المعلومات كده الداخليه جوه النادي اللي هو بيدربه ان مستنيين له اي وقعه يعني. وفي برضو نادي اخر نتائج مش كويسه الفتره اللي فاتت برضو، يعني بيفكر ما خدش قرار لسه، بيفكر في التغيير. طبعا احنا بنحترم كل الانديه وبنحترم كل الادارات وكل اسماء المديرين الفنيين، في حاجات ساعات مش هقدر اقولها عشان يعني حفاظا على النادي واستقرار النادي واستقرار المدير الفني، ولكن في الوقت المناسب بقول لكم كذا، لا خلاص هيحصل تغيير في الحته الفلانيه.